تكمن أهمية الوصول إلى الاستدامة وتحقيق معنى القيمة المضافة في الاقتصاد القطري انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تمكين الشباب وإعداد جيل من رواد الأعمال ليكونوا النواة الأولى لجيل تنظر إليه الدولة باعتباره شريكاً أساسياً لبرامجها ومساعيها نحو دفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي. وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على قيادة النمو الاقتصادي المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص في ظل بيئة أعمال عادلة ومحفزة من خلال رسم السياسات وتشجيع الاستثمارات المتنوعة وتنظيم ومراقبة الأسواق وحماية المستهلك. خريج 2012. اليوم احنا عندي في المكتب في البيت، اساسا هذا كان مجلس بس انا حولته مكتب فتره مؤقته الى ما انتقل ان شاء الله الى مكتب باذن الله. نبيع احنا حلويات الغربيه والمحليه في مكان واحد، طبعا مبتكر واصيل يعني. بديت انا مشروع منزلي وتسويقه اونلاين، والقناه اللي قاعد اجيب فيها زبايني واوصل لزبايني من خلالها هي الانستغرام المقام الاول يعني، ثم تويتر ثم فيسبوك، لكن تركيزنا كستارت اب لان ما عندنا ميزانيات كبيره كان على الانستغرام. اذا انت كيف تتميز انت في السوق هذا؟ عندك مئات البضائع او الاف، فتحتاج تميز نفسك بقصه كبراند. فاشتغلت على هاي. من الافكار اللي طلعت ليش ما اجيب شيء قديم وحديث في مكان واحد؟ اوكي حلو، هذا شيء ما شفته انا. اكثر الناس يمكن يسوون شيء مودرن او يتبعون ويف مثل كاب كيكس وكذا التشيز كيك، او تقليديين جدا تراديشناليست. فانا يوم الفكره جات ان نجيب تقليدي ومودر في مكان واحد عجبني هذا الكونسبت، هذا حسيت انه في اوبورتونيتي. فاشتغلنا لين ما وصلنا سبحان الله بطريقه او باخرى الى جده وقراني. فقصه جده وقراني ان ليش سميناها جده وقراني مش مثلا جد جراند فادر، ان اللي ينقلوا لنا الوصفات في المطبخ كانوا يشتغلون هم عموما النساء، فعشان كذا يعني سميناها عليهم يعني. ويرمز حق الفكره مالتنا ان احنا التقليدي المحلي مع المودر الانترناشنال نجيبه في مكان واحد ونقدم بطريقه مبتكره واصيله. فهنا جت الفكره. بعدين اشتغلنا على اللوجو وخذ كذا اتريشنز يعني، اللوجو مش من اول مره طلع يعني. فكنت دائما انا ارسم مثلا وصاحبي خليه يرسم لي الافكار، انا مش رسام ولا لي في يعني فوتوشوب ولا شيء، فاعطي الكونسبت وواحد يرسمه. ولين ما سبحان الله يمكن ثاني ثالث لوجو ظهر اللوجو اللي معتمدين على الحين كذا بدينا. سافرت امريكا وسافرت يعني اسيا وكذا، فكنت اسال شركات الناشئه كيف بدوا. اغلبهم بدوا فكره زين، طيب فكره ما تكفي، لازم تاخذ انت اكشن على الفكره عشان يعني تعمل عليها عشان تكملها. ففي مثل ما تقول مسلمات يعني، انت قبل اي فكره مفروض انها تحل مشكله او تسد حاجه او فرصه. فسوينا مثل ما تقول اول شيء بزنس موديل يعني، بديت انا سويت اداه استخدمها اسمها بزنس موديل يعني، بحيث تفهم الصوره الكليه يعني من هم زباين، ايش القيمه اللي تقدمها لهم، كيف توصل لهم، تكاليف والارباح من بتجيك يعني، ايش الموارد الاساسيه اللي احتاجها انا. بالاضافه لذلك اختي بحكم انها هي طباخه، لكن سبحان الله يعني الواقع يقول مش كل من عنده حرفه معناه يقدر يتاجر فيها او يكون تاجر في الحرفه هذه. فكنت مصر جدا عليها تاخذ دوره في دار الاموال الاجتماعي اسمها كيف تبدا مشروعك، عشان شفت انا من منظور مستقبل لو بديت معاها يعني اريد مشارك ناس قبلها يعني، فاعرف ايش نوعيه الشركات. فانت تبي شريك دائما يكملك، ما تبي شريك نفسك. فقلت لها خذي دوره بحيث انه يوم نتكلم في مثلا حال بنسوي الخطه بنسوي كيت وكيت، هي تكون على اطلاع وبين ايش انا اقصد بالكلام هذا. فاخذت دوره سوينا البزنس موديل، بعدين بدينا في البراندنج، ابى افهم الزباين يعني، ابي يكون عندي اكسس بوينت بحيث انه نسمع من الزباين ايش رايهم فينا، بحيث ان تاخذ هالمعلومات وهي ذهب. انا اعتبرها انك تسمع من الناس هذا ذهب يعني، كنز عندك هذا، بحيث انت يوم تخطط استراتيجيا تفتح محل او تسوي تتوسع بطريقه
مبنية على بيانات معطيات، مش كذا على خيال وانت عايش في بالوضع يعني باللورة منعزل عن الناس. فشفت انه في طلب، هذا اللي خلاني الحين اشتغل انا على ان افتح محل ثاني. فما كان همي الريفينيو تبي الصدق يعني بالمقام الاول، كان همي بس ان الريفينيو يبين لي معيار طلب ولا لا. احنا كبرودكت لاين عندنا سبع انواع او سبع اصناف من الجرات، عندنا التقليدي ومن المودرن يعني. فعندنا البست سيلر، عندك المتختخ مثلا والمكشه، هذا دائما يعني بست سيلر. وفي بعدين القلبه، بعدين عندك المزعفر، وبعدين عندك الذكريات السعيده، وعندك اللوري تشيز كيك. انت عشان تستفيد منهم يجونهم كل واحد من هذه الاصناف السبع اللي ذكرناهم يجون في سايزين، ميني واوريجينال العادي ريجلر. احنا بدينا بالريجلر، لكن قلت لك انت يوم تدخل السوق تفهم. اكثر طلبات كانت ان هل في سايز اصغر حق الخطوبه مثلا وكذا، فجبنا بعدين سايز الميني. فاحنا نبيع الميني او حجم كبير. كيف يوصلك؟ اذا طلبت حجم كبير انت اما تاخذ 6 حبات او دازن 12 جره، والصغير بس 12 جره. بعد فتره بدينا على هالمنوال، صار عندنا طلب ان شفت السته ما شاء الله يمشي، فقلت ليش ما انزل 4؟ فنزلت كيسه باربع جرات فقط، فصار عندنا 4 6 ودرزن. بما انك بتبتدي شوي شوي، مش معنى ما تفكر على كبير، فبدل ابتدي على مصنع ابتدي على قدي محل كوفي شوب نكبر شوي سكيل. اما الطبخ، ما طبخ انا ما اطبخ ولا اعرف كيف تطبخ الحلويات، لكن عندي اختي هي تكمل الضعف هذا، وهي بعد ما شاء الله معروفه. قبل نفتح المشروع اصلا كانوا يجونها الناس يعني يطلبون من عندها بشكل ودي يعني اخوي. فكون الناس ترجع لك لاجل شيء معناه انه فيه قيمه مضافه يعني هذا الشيء. فكذا بدينا يعني. الوالد انا ما شاء الله عليه من يعني رواد الكافي شوبس، ويقعد يعني ويشرب شاي ويحب يقرا جريده في الكافي شوب. فقلت دام ان الرجال ما شاء الله الوالد الله يطول في عمره ان شاء الله فتح الله قضى فوق يعني نص عمره في العمل، كم من فتره يعني كم من سنه وبيتقاعد، فحلو انه يكون عنده مشروع يمسكه هو، لانه جدا ما يقصر هو والوالده يعني الله يجزاهم خير. ما نقدر نشكرهم يعني على الدعم اللي قدموه، مع ان ما حد طلب منهم لكن هم من نفسهم. فهذا مش بالنسبه لي دافع داخلي ان اسوي مشروع استثمر فيه من الحين. انا والاسره الكريمه اعطناهم الدعم الكامل في سبيل ان يعني المشروع هذا ينمو، وكنت دائما يعني انصحهم ان يعني بالتريث في العمل هذا، وان يهتمون برضا الزبون. والحمد لله يعني مع الوقت وجدت ان ابتدى المشروع ينمو، وابتدوا يبيعون من خلال الانستغرام، وعما قريب ان شاء الله حيكون عندهم محل في احدى المجمعات. و اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق يعني في المشروع هذا. مثل ما قلت يعني البزنس هذا عباره عن مشروع تجاري عائلي 100%، يعني كل الاسره الكريمه لها مساهمه في المشروع هذا. كثير من الناس يعتقدون ان في سر او خلطه خفيه من وراء موضوع نفط التجاره، لكن هي اخذ بالاسباب، عمل وعمل وبدون ملل ولا كلل ولا يأس. فإذا واجهتك صعوبة يعني حاول انك يعني تتغلب عليها، يعني تعبرها بطريقة ما، أما قدرت روح درب ثاني، بس لا توقف دام الموضوع فيه مصلحة لك، يعني مصلحة واضحة، لأن ما حد يبتدي بتجارة له دوافع واضحة أكيد. استمر، وأنا أعتقد هذا الشيء لو فهمتم يعني بيسهل عليك أشياء كثيرة. إذا عرفت ضعفك عرفت كيف تقوي الضعف، أما إذا أنت جهلت الموضوع هذا اعتبرت نفسك بتسوي كل شيء لحالك في الغالب يعني تتعب. إنك تكون كل شيء لحالك أظن هذا جدا صعب يعني. وهذا الأشياء اللي دائما أنصح فيها الشباب يعني.
مستثمر اسمي علي فهد الشهواني، أحد المستفيدين من برنامج الضمين اللي قدمه بنك التنمية. فكرة الكافيه عبارة عن مشروع منزلي، كانت فكرة عمل كب كيك بطريقة معينة بمذاق معين من باب الهواية. فإحنا مشهورين أو مميزين في الكب كيك، فاستوحينا شعارنا من الكب كيك. اسم ميمز هو تصغير لاسم بنتي مريم، فوضعنا على الكب كيكة صورة بنت كيوت تضحك، يعني إيحائي. فصار عندنا اسم، صار عندنا لوجو. مستقبل إن شاء الله إحنا كان نفكر في موضوع الشراء، يعني بيعه كامتياز أو التوسع فيه كامتياز، وبتكون فكرة قطرية بحتة يعني 100%. برنامج التمويلي من خلال برنامج الضمين ميسر سهل، الأخوان ما شاء الله متعاونين، مش هدفهم بس أنك تأخذ قرض وهم يعني مستفيدين أن اكتسبوا عميل، لا، هنا يعامل الشخص كأنه يعني أخويا. جواهر النعيمي مديرة برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية. احنا عندنا المكتب الاستشارات، عندنا احنا حاولنا نساعد الشباب اللي عندهم افكار وما يعرفون شلون يسقلونها ويحطونها كدراسة. عندنا قسم الخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، عندنا نقدم خدمة اللي هي دراسات الجدوى، اللي هم يساعدونا عن طريق السيرفيس بروفايدرز انه يعملون له دراسة كاملة متكاملة. طبعا يقعدون معه ياخذون افكاره ويعملون له الدراسة ويقدمونها بعد ما تنتهي الدراسة لنا احنا عشان تمويله اذا احتاج التمويل ليتر. برنامج الضمين داعم كبير صراحة للقطاع الخاص، ومحول حقيقي لأي حلم إلى واقع. أهلا فيكم في مطبخنا متواضع. طبعا أنتم الآن في بيتي، خصصت جزء منه مكان لإعداد وطهي المأكولات، المنيو الموجود في الكافيه منا على أساس أنه يكون تحت نظري. أنا مزود طبعاً المطبخ بCCTV، يعني كاميرات مراقبة لمتابعة العمل، لمتابعة الإعداد. مثلاً عندنا وليمة، عندنا مثلاً حفلة معينة، فلازم نتابع وين وصل الشغل، لازم أول بأول نكون معاه ومتابعين إن شاء الله. أنا والأهل طبعاً سافرنا عدة بلدان للوصول إلى نكهات معينة ووصول إلى متطلبات المنيو. يعني مثلاً التشيز كيك، زرنا الكويت والبحرين والإمارات والسعودية ولندن وفرنسا فقط على أساس أن نبحث عن مثلاً تشيز كيك، شو أفضل مطعم وإيش النكهات الموجودة عنده، ونحاول أن يكون التشيز كيك اللي عندنا مش أقل من هذا المستوى، ونحاول أن مثل ما قلت لك أنه هو المطعم فكرة قطرية، تطعيم هذا المنتج بنكهة قطرية خليجية. مثلاً التشيز كيك عندنا وضعنا عليه طبق قطري اسمه ساقو، وهو سويت، طبق حلو. فطعمنا التشيز كيك بساقو بطريقة بعد عدة تجارب وصلنا إلى يعني مرحلة الحمد لله احنا راضين عنها، فصار عندنا طابع ونكهة مميزة لهذا المنتج المعروف، ولكن هو مش موجود إلا عند ميمز مثلا. هي بدايتنا كانت الكب كيك، فتطور الموضوع إلى كيكات خطوبة وعيد ميلاد،
ودخلنا في مواضيع مع شركات، عملنا الحمد لله تعاقدات مع شركات في بمناسبات اليوم الوطني، اليوم الرياضي، أعياد البلد، رمضان. فتوسعنا في هذا النطاق، فتحولنا من الكب كيك إلى الكيكات. جبنا طبعا فنانين مبدعين في فن النحت، احنا نقدر نسميه فن النحت الحلو. والحمد لله الطلب مستمر على هذا الوضع، وأيضا شفنا رغبة الجمهور المحبين بهذه النوع من البزنس اللي هو الكافيه، فلقينا فيه طلب كثير على التشيز كيك وعلى الترافل وأمور كثيرة صراحة. المنيو يعني حدث ولا حرج، ولا زلنا في طور إضافات. أيضا عندنا احنا غير الحلويات، عندنا دخلنا في موضوع السلطات، دخلنا في موضوع الشوربة، دخلنا في موضوع السندوتشات، دخلنا في موضوع السيفود بما ان احنا قريبين من البحر اكيد، وبما ان احنا فكرة قطرية فدخلنا بعض الأكلات الخليجية اللي يفتقر المكان هناك لهذه النوعية من الأكلات، وخاصة مسألة الفطور. عندنا احنا فطور كامل خليجي مكون من تقريبا 7 أصناف، ممكن نضيف ممكن ننقص. أنا وكثير غيري عندهم هاجس مصدر الأكل اللي احنا ناكله، طيب فإذا أنا متخوف من الأكل فأكيد هذا الانطباع وهذا الشعور عند البقية، ومن حقهم أنهم يتأكدون أن تم إعداد الأكل بطريقة جيدة وفي ظروف ملائمة من ناحية النظافة، أيضا من ناحية مصدر المواد الأولية في أي طبق، السلطة، اللحوم، البيض، هذه الأمور لازم احنا نكون حريصين عليها من ناحية النظافة، من ناحية المصدر، من ناحية الحفظ، كل هذه الأمور لازم تكون تحت نظري. وأنا حبيت أن يكون مشروعنا، صحيح هو مشروع في بدايته منزلي، ولكن ما المانع أن يكون بنفس معايير واشتراطات الفنادق 5 نجوم؟ يعني كل الشباب الموجودين هنا والبنات أيضا يحملون طبعا شهادات صحية، تطعيماتهم أول بأول، متابعة النظافة، في شخص معين هنا بس يتابع موضوع النظافة، التأكد من لبسهم إلى القناع الماسك، وأيضا غطاء الرأس عشان نعرف يعني لو تدخل المطعم تلقى شعرة صغيرة انتهى موضوعك يعني. فمعايير النظافة يجب أن تراعى، يجب أن نحافظ على الجودة ونستمر في هذا الموضوع. النجاح ليس نجاح مادي، النجاح لما يقول لك والله يعطيك العافية صراحة شغلك مميز، حاولنا نشوف ونقارن بغيرك من الأطباق ما حصلنا إلا عندك، فهذا النجاح المعنوي هو أكبر دافع وأكبر محمس لنا، وهذا يعني يخلينا نطمح للمزيد. بدأنا بكب كيك ولن ننتهي إن شاء الله. هي فكرتنا مو فكرة مطعم، لا، فكرة تكوين فرنشايز، شركة إن شاء الله بدايتها محلية ولكن ستتحول إلى عالمية إن شاء الله. إحنا صرفنا على موضوع اللوجو شعار، صرفنا على الاسم وسجلناه وحفظناه كحقوق فكرية، فممكن الحين مثلا تتوسع خارجيا، وهذا نجاح مش لنا احنا، لقطر، لشباب قطر، لطموح قطري، وان شاء الله الله ييسر الامور ان شاء الله ونتوسع ونصير بكره يعني ماكدونالد مثلا. نصيحتي لاي انسان طموح واي انسان له فكره مميزه وحاس انه هو ممكن ينجح فيها، ما يبدا صغير، يبدا قوي. أنا ما أقول لك يبدأ بتهور،
تفتح لك 4-5 فروع، لا ابدأ بفرع واحد واجتهد، لا تجتهد في المساحات، اجتهد في المنيو، اجتهد في الجودة، اجتهد في الشكل. يا أخي ابتكر، ابتكر حتى في الديكور، ابتكر حتى في لبس الطباخين أو الجرسونات الويترز هذول. خليك مبتكر وخليك دائما مواكب، ودائما حاول أنك تنافس نفسك. دائما الإنسان لما ينافس نفسه يحس نفسه أوه ليه المشوار عنده طويل. ريف علي الأنصاري، رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة. احنا الله يسلمك في قسم شؤون المزارع التابع لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة. الخدمات طبعا كل ما يشمل بخدمات اللي تقدم لأصحاب المزارع المسجلة طبعا. الأمن الغذائي طبعا يعتبر من الأولويات في الحياة بعد الهواء والماء. ويشكل عبارة عن زي ما تقول الطاقة بعد اللي عندنا مثل ما قلنا بعد الهواء اللي هو النفس، وبعد المياه يعتبر الطاقة اللي هو يعتبر الطاقة الغذائية والأمن الغذائي الفود سيكيورتي. طبعا كل ما كان طبعا عالميا هو التركيز عليها طبعا لكل الدول المهتمة بهالشيء بحيث انها تغطي الانتاج على الاحتياج للأسواق، وتفكر طبعا في التصدير طبعا على اساس ايش تغطي بشكل اشمل لجميع الدول ان شاء الله. انصحك نعطيك الخطوط الرئيسية ايش المنتجات المحتاجة لها. في نفس الوقت نقدر نطلعك احنا سنويا تصدر الادارة لكتاب السنة الاحصاءات الزراعية، هاي شاملة طال عمرك بالجميع الغذاء الصادر والوارد للدولة، بحيث يطلع لك طبعا في نشرة الاسعار طبعا بشكل سنوي نصدرها. في نفس الوقت نوجهها لك بايش الطرق الامثل اللي تروح في اي مشروع طبعا. طبعا كلها الاستشارات مجانا بحيث نوجهك للمشروع بشكل الامثل بناحيه الاقتصاديه وناحيه يعني احنا عندنا محاور، عندنا المستهلك المحلي، المستثمر اللي هو طبعا مقيم المشروع، في نفس الوقت رؤيه سمو الامير 2030، يعني ثلاث محاور هذه يخرطون في محور واحد. والله ندعي اصحاب المزارع والحائزين للخوف في الانتاج في المشاريع الزراعيه، وهي مربحه جدا في نفس الوقت هي فرصه استثماريه لهم.